ناقش مجلس النواب في أول جلسة له بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أبرز الملفات المدرجة على جدول أعماله. من بين هذه المشروعات التي تمت مناقشتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد الذي يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة للصناعات التأمين في مصر. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب ولأول مرة من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله. وبدأت الجلسة بإحالة 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وناقش المجلس أيضا مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد والذي يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر. قانون التأمين قانون مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري وكان في احتياجه، ويمكن المجلس يقدم شيء طيب جدا للمواطن المصري لأن ده يخفف آثار أي أزمة أو أي كارثة على المواطن المصري، وبالتالي هتبقى في منظومة قوية جيدة تخدم المجتمع وتخدم المواطن لتخفيف أي آثار سيئة ممكن تحدثه في أي حاجة في الأموال في الأنفس. فده خطوة يعني على طريق الجمهورية الجديدة إن شاء الله، ومبدئيا بنوافق على القانون من حيث المبدأ. شكرا مع الرئيس. أوافق وبشدة على هذا القانون الذي طال انتظاره من قطاع التأمين بصفة عامة. من الناحية الرقابية بيؤكد على التخصص وتطبيق الإشراف والرقابة على أساس الخطر اللي هو الريسك بيس سوبرفيجن، اللي في الأساس ده الأكثر تخصصا عالميا في الرقابة. مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. يمكن أن يكون في مشروع موحد للتأمين، أعتقد أن ده هيكون علامة فارقة في ظل جهود الدولة الحالية نحو توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين بكافة قطاعاته. التأمين في مصر كان محتاج لإعادة تنظيم، لأن التأمين بيحكمه أكتر من 5 قوانين، وبالتالي أن احنا توصل لأن يبقى عندنا قانون واحد يحكم التأمين في مصر، فدي حاجة كويسة جدا، وده الاتجاه اللي بتنهجه الحقيقة الجمهورية الجديدة في أن احنا نعمل يعني تحسين تشريعي لكل البيئة التشريعية اللي موجودة. وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة على أن يعاود المجلس مناقشة باقي مواد القانون وأخذ القرار النهائي بشأنه في جلسة قادمة.